مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية التالية نقدم لحضراتكم عرض السابع الرئيسي لهذا المساء. عقد يوم أمس رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو اجتماعا حول الطاولة المستديرة التي ستنعقد في العاصمة الفرنسية باريس حول رؤية البلاد التنموية. كان ذلك بحضور رئيس الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة. رشاد حسن طه والمزيد من التفاصيل. في متابعة الأعمال والنجاحات التي حققت والتقدم الذي أنجز حتى اللحظة وإعطاء دفعة قوية للحكومة للاستعداد التام والجيد لانعقاد الطاولة المستديرة للاستثمار بتشاد، والتي من المفترض انعقادها بالعاصمة الفرنسية باريس مطلع الشهر القادم. جاء هذا الاجتماع الذي ترأسه فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو مع عدد من أعضاء الحكومة. الاجتماع الذي حضره معالي رئيس الوزراء ومعاوني فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو بالأمانة العامة والمكتب المدني وحوالي أكثر من 11 عضوا من أعضاء الحكومة، شرح فيه فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو أهمية الطاولة المستديرة للبلاد التي تدخل في التنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية وتحقيق رؤية 2030 المسماة بتشاد التي نريد. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو وجه عناية المسؤولين في لم الشمل والتفكير في إنجاح الطاولة المستديرة، وذلك بتوعية المانحين الدوليين والاقتصاديين المحليين بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني، الأمر الذي يسهل ويساهم في تحقيق نجاحات هذه الطاولة المستديرة التي نريد من خلالها تفعيل برنامج التنمية. وعقب الاجتماع تحدث أمين الدولة في الاقتصاد والتخطيط التنموي سنجاب برناباس عن أهمية هذا اللقاء وما تمت مناقشته. هسا ريونيو هسا فخام الرئيس لمانا يعني يسويفر خدمة الأنينة قاعدين نسو في البريباراسيون على تابل روند في باريس، وخلاص في الريونيو ده كمان هو انتانا اورينتاسيون وفي الاورينتاسيون ده يعني يدورك كل منسترات كل وزارة قاعدين يلموا لي يعني انينا ناكسليري ناكسليري نجوزو نجوزو بريباراسيون ده لل ministrat société civile ou yani ay sensibilité ki yani yakhadim yishtaghil fi fouga li yani table ronde yanja. يشار بأن الطاولة المستديرة للاستثمار بتشاد ستعقد في باريس العاصمة الفرنسية في الفترة ما بين 6 إلى 8 من شهر سبتمبر القادم. التقى ظهر اليوم رئيس الحكومة بايمي باراكي ألبير برؤساء الأحزاب السياسية للأغلبية الرئاسية بقيادة المنسق كرسي ماجي. الهدف من المقابلة هو تنوير رئيس الحكومة بالمكتب الجديد لمنسقية الأحزاب الرئاسية. فاطمة زهراء أبو المعالي. تأتي هذه الزيارة التي قام بها رؤساء الأحزاب السياسية للأغلبية الرئاسية بقيادة المنسق كوزماجي مرسي لمعالي رئيس الوزراء بايم باتاكي ألبير باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية، وذلك بهدف تشجيعه من أجل تنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية، وكذلك التعريف بالمكتب الجديد لمنسقية أحزاب الأغلبية الرئاسية. كما تحدث هذه الزيارة تضامنية إلى تبني رؤية مشتركة من أجل تنفيذ البرنامج السياسي لمؤسس حزب الحركة الوطنية للإنقاذ في القماسية الحالية. هذا ما أكده المنسق كوزماجي مرسي عقب خروجه من المقابلة. جينا نلقى البريم منيس و ناورو قال بارتي بوليتيك دو لا ماجوريتي جاي ماو ساوا و جاي سو كيدما كاتير و سيدما عديل انا جاي اونو و انا بارتي دو لا ماجوريتي سواء كامباني انا بريزيدان لا ريبوبليك و اسا بيج بريزيدان انا نانكلو وراو. رئيس الوزراء بايم باتاكي ألبير اثناء المقابله شكر الوفد وطالبهم بضرورة توحيد الصف بين جميع الأحزاب السياسية، ملفتا انتباههم إلى أن هناك تحديات عديدة يجب مواجهتها، ومن ضمن هذه التحديات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن. يذكر أن الأحزاب السياسية للأغلبية الرئاسية تتكون من 108 حزبا سياسيا.
احتفل مساء أمس أنصار حزب الحركة الوطني الإنقاذ بالذكرى الأولى من تنصيب رئيس الجمهورية، والتي تصادف 8 أغسطس من كل عام. المناسبة رأسها الأمين العام للحزب محمد زين بدا عباس. محمد حسن آدم والمزيد من التفاصيل. احتفاء بالذكرى الأولى من تنصيب فقامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في 8 أغسطس 2016، فقد نظمت الأمانة العامة للحركة الوطنية للإنقاذ MPS معدوبة أشا لإطفاء الشمعة الأولى لمناسبة تنصيب مرشح التحالف، وكذا تقديم حصيلة شاملة لإنجازات السنة الأولى لهذه الولاية الخامسة. رئيس اللجنة التنظيمية محمد سنوسي زكريا في كلمته بهذه المناسبة أشار بأن هذه الذكرى الأولى لها أهمية قصوى في نفوس مناضلي الحركة الوطنية للإنقاذ والأحزاب السياسية المتهالفة معها والشعب التشادي، وذلك تأييدا ومساندة للبرنامج السياسي للرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ، والذي يهدف إلى جعل تشاد دولة قوية ومتدامنة ومزدهرة. الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بدا عباس من ناحيته أكد وقوف الحركة الوطنية للإنقاذ وأحزاب الأغلبية الرئاسية ودعمهم المتواصل للمبادرات الحكومية الرامية إلى ترقية المرأة والشباب والإصلاح الشامل للأجهزة الإدارية ومؤسسات الدولة ومشاركة جميع القوى الفاعلة في تسيير شؤون الدولة بغية الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة. هذا وكما أن هذه الاحتفالية جاءت بمشاركة كبيرة ومساهمة فائلة لبعض من المناضلين وأعضاء المكتب السياسي الوطني ونواب المجموعة البرلمانية للحركة، واختتمت المناسبة بتقاسم اللحظات السعيدة المليئة بالبهجة والسرور. احتفل مناضلو ومناضلات حزب الحركة الوطني إنقاذ بإقليم حجر لميس بالذكرى الأولى من تنصيب رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. آدم حسن المكاوي. بمناسبة ذكرى مرور عام على تنصيب رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، احتفل مناضلي ومناضلات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ والأحزاب المتحالفة بإقليم حجر لميس بهذه الذكرى. رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال الدكتور حسين أبكر أشار إلى أن رئيس الجمهورية ساع في تحقيق برنامجه السياسي وأن حصيلة عام مضى إيجابية بكل المقاييس على حد قوله. الأمين العام الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم حجر لميس شكر المناضلين والمناضلات على مساندتهم ودعمهم الدائم لمؤسس حزب الحركة الوطنية للإنقاذ. برنامج أنا إدريس ديبي إتنو لازم ننفذه عشان أنين الأحزاب أنا التحالف ناضلنا، ولازم برنامج حق ده نناضله فوق لحد 5 سنين. ممثل رئيس الجمهورية بحجر لميس حاكم الإقليم علي وآدم عبدالله أبان في خطابه بأن مشاركة أهالي حجر لميس وخروجهم بكثرة في الحملة الانتخابية وانتخابهم مرشح التحالف إدريس ديبي إتنو لم يأتي من فرق، وإنما على أساس البرنامج الحقيقي الملموس الذي وعدهم به في خدمة الإقليم بتعبيد طريق ما بين مسكوري أنغوري بول وإنشاء خزان كبير للمياه وغيره. كما انتهز الحاكم علي آدم عبد الله الفرصة لينور مواطنيه بأن إقليم حجر لميس في هذه الولاية الرئاسية سيشهد تنفيذ العديد من الأمور الأخرى.